نصيحتي ليكوا النهارده في جملتين، نقوم من على الاكل مش شبعانين وننام جعانين. زي ما دين قال فعلا احنا يعني ما ناكلش لغايه الشبع التام، ناكل تلت معده بس، ناكل لما نجوع، ما ناكلش مجرد كده، ناكل لما نجوع ونقوم مش شبعانين واكلين تلت معده بس. ويا ريت ودي اضافتي ننام جعانين واكلين بس علبه زبادي عليها نص عصره ليمون، فعلا بتفرق كتير جدا. لو احنا اتبعنا ده بس هنلاقي نفسنا بنوصل لوزن حلو مثالي من غير ما نعمل اي مجهود. هما الجملتين دول فعلا بيفرقوا كتير. هي دي كانت نصيحتي ليكم النهارده.